بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياة الإنسان متعة وفرصة، وكثير من الناس تسافروا أسفار ولكن تيوحلوا في أمراض بحال الإسهال، بحال التعفنات، بحال حساسية نظرا للأجواء الغريبة اللي مغيرة عليهم، وما تعرفوش يتصرفوا. ولكن عندنا واحد المادة إلا ما كانتش ممكنناش نكونوا في الحياة، اللي هي الماء. ولكن طريقة الاستعمال الناس ما تعرفوش يستعملوها. مثلا كاين الناس ياخذوا الماء مع الاكل تيديروا غازات، او تاخذوا الماء من بعد الاكل تيديروا مشاكل اللي هو انتفاخه البطن مثلا وسوء الهضم. حنا بغينا نعطيكم الماء تنغليوه غلي بحال نطيبوا الشاي وتنشربوه ملي تنوحلوا. مثلا في الحالات التاليه: اولا تيكون حموضه المعده، شربوا في الحين كاس الاول نص ساعه، كاس الثاني نص ساعه، كاس الثالث ورابع. هذه الحساسيه موضع في المعده استطعنا نضبطوها عن طريق هذا الاسلوب اللي هو متميز. حتى في حاله الاسهال استعجالا بنفس الاسلوب، علاش ما ناخذوش ايترو؟ كل ساعه ناخذ ايترو 3 إلى 4 مرات في اليوم. عندي سيده زوجها لا طبيب، عيطت لي بالليل ممكن 8 8 ونص ديال الليل، وقالت لي استعجالا عندها مشاكل صحيه وعياءات وحساسيه. عطيت الماء المغلي ايترو نص ساعه، لتر ثاني ثم لتر ثالث. صباح عيطت لي قالت لي السي العلوي الحمد لله مشكل ما بقاش. قلت ما تقولها ليش؟ قولها راجلك اللي طبيب يتعلم يعطيها للناس باش يحيدوا من الحساسيه والعياءات، وهكذا يمكن لنا نتخلصوا من كثير من المشاكل القيله. هذا الماء المغلي حنا تندخلوا في القاعده التاليه: الماء المغلي تنعتبروا كل ما عندنا حساسيه، عندنا حموضه، انتفاخات البطن، عندنا مشاكل صحيه معينه، يمكن نستعمل المواد اللي هي منقيه اساسا. والغريب في الامر الماء المغلي منقي، واحد، ثانيا انه ما فيش مواد اللي هي مؤثره بحال الاعشاب ولا خضار ولا زيوت ولا عسل، وهكذا تبقى محايد، ولا نوتراليتي ديالو كيخلي انهم يتجاوز في الجسم تيجمع الوسخ كله وتيلوحوا. بدليل تشوفوا البول ديالكم من بعد هذه العمليه هذه، شرف الله قدر السامعين، تيكون موسخ وتيكون خانز في 3 أيام الاولى، ممكن الاسبوع الاول. وهكذا استطعنا في كثير من الحالات ديال الحساسيه الجلديه، حساسيه ديال الربو، حساسيه ديال كثير من الامراض، يمكننا عن طريق الماء المغلى نتغلبوا عليها. عندي ناس في اوروبا حاليا، من سيده في بلجيكا تم 3 سنوات الفحوص وما عرفوش اش عندها، وبقات تشتكي وراجلها ضاق به الحال. على كل حال من تسنتوا من لي فيديو الحمد لله نشرنا منها هذا الفيديو اللي خصكم تعتنيوا بها وتنشروا بعدكم البعض، لقينا ان هذا الماء المغلي استطعنا عن طريقه تخلصوا باقل من 3 ايام من خلصنا هذه السيده من هذه العياءات اللي الفحوص الطبيه ما بينات والو، ولكن العياء كاين. خذات الماء المغلي من جهه وزيت الزيتون مع الثوم مرقد من جهه ثانيه، استطعنا على انه نحققوا الانتصار المتميز. فالرجل مع صلاه الفجر دخل شاف صاحبه اللي دلوا على لي فيديو، بدا تيعنقو قال له الله يجازيك بخير. قال له اش وقع؟ تكلم له على النجاح تاع السيده ديالو. طبيعي سول السيد، سول هاد الزوجه لهاد السيده، قال لها واش كان عندها؟ قال لها ما باغيش نعرف اش كان عندها. برات ونبينا عليه السلام. وهكذا الناس خصهم يتعلموا يبراوا اولا، يفهموا من بعد، ثم نوضعوا قواعد عمل مرحلة ثالثه، وهكذا يمكن لنا نعمموا بحال اللي تنعمموا معكم حاليا هذا النوع من النجاحات حتى تكونوا اسياد. اذا ملي تحسوا اسهال، تحسوا بلي كونستيباسيون، اذا سي ريغولاتور ديال لو ترانزيت، مي تحسوا بحساسيه الجلد، الربو، تحسوا بكل تعفنات الجسم حتى حساسيه الحكه ولي زورتيكار، خذوا الماء المغلى اساسا بدايه قبل اي شيء استعجالا. ثم وضعوا قاعده عمل هو انكم تكون عندكم مده العلاجيه طويله، ممكن 3 اسابيع، ممكن 3 اشهر، ممكن اكثر حسب المشكل الصحي، تعلموا تاخذوا 2 كيسان كبار ديال الماء مغلي قبل الاكل 5 دقائق، ممكن 10 دقائق. لقينا من الشهادات المتميزه رجل اعمال مسكين مع السن والعياء والثقه اللي عنده، تمشي على كرسي متحرك، وخبرناه بهذا البرنامج اللي هو الماء المغلى. اسبوع اسبوعين كنا في استوديو مره اخرى، كان معنا طبيب متميز اختصاصي في السكري، رئيس جمعيه تاع السكري، ثم تسمع السيد تيشهد في حنا في الاستوديو بالهاتف، تيقول لهم الماء المغلي حققت به شيء اللي ما عمري ما حققته عن طريق الادويه اللي كورتيزون بالخصوص. كان عنده ضيق التنفس، قال لي الان وليت نخوي صدري من العفن من الوسخ ومن التعفن، وهكذا وليت حر
جهاز تنفسي متميز تنتنفس بشكل صحيح. والطبيب قال لي يا عبد الله اش هذا الماء مغلي وكيف هذا النجاح؟ هنا الناس تلقائيا فرحا بالطبيعي انه تينجحوا. قال لك اولا غير مكلف، ثانيا تنعرفوا شكون هو ونختاروا من الماء اللي بغينا، ناخذوا معدنيين، ناخذوا النوعيه اللي بغينا وتنغليوه بالطريقه بحال اللي تنطيبوا الشاي وتنشربوه بالقدر المطلوب. ديما ما ناخذوش على الريق، ناخذوا ديما بعد الافطار بساعتين، وعند الاستعجال، الاستعجال هو اللي سيحكم، ناخذوا بالكميه اللي تكلمنا، كاس جوج كيسان كل نص ساعه، ثلاثه خمس مرات في اليوم، ممكن ايترو ثلاث ليترو، كل ايترو بيناتهم نص ساعه، وهكذا تنحدثوا العلاج. كذلك في طنطان رجل عنده فوق الستينات، تم سبع سنوات هذه الشهاده ديالو، تيقول انه الجهاز الهضمي معفن ومكرفس ادويه ما نجحناش، تنخلصوا اموال وفحوص ولكن لا علاج. ملي خدا الماء مغلي اقل من ثلاث اسابيع قال لي العفن اللي كان في الامعاء مشى وليت حر من العياء تاع الجهاز الهضمي. وهكذا الناس تلقاو راحتهم بشكل صحيح. وبغيناكم خذوا الماء المغلي وهكذا غادي تحسوا انكم غتكونوا اسيد العمليه العلاجيه بامور قريبه ميسره غير معقده. اذا الماء المغلي حاليا احنا مقتنعين على انه خلال النجاحات اللي تحققت تخلصنا من كثير من الامراض القبيحه منها السرطانات. اذا تصوروا كيف ممكن انه تخلصوا من الكوليسترول بطريقه بسيطه، من السكري، من الحساسيه، من ضيق التنفس، تعفنات الجهاز البولي، تعفنات الجهاز التناسلي، تعفنات الجهاز التنفسي، وهكذا يمكننا نحرر جسمنا من تعب العفن ومن المشاكل. والحمد لله رب العالمين.